بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيم. حي أم البنين يا مبسم الدهر، وألقي على حلاها السلام. في هذه الليلة نحيي هذه المرأة العظيمة التي قدمت كل ما تملك فداء لسيد الشهداء أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه، وهذا من أجل مصاديق التضحية الكبرى. نقدمها أيضا أمام طالباتنا، عندنا أصحاب حوائج، مرضى وغير ذلك من المحتاجين. نسأل الله سبحانه وتعالى ببركة هذه المرأة الصالحة العظيمة الوفية المضحية، وببركة أبنائها سلام الله عليهم أجمعين، وببركة سيدهم الحسين عليه الصلاة والسلام وآبائه الطاهرين وأبنائه المعصومين، أن يقضي لنا هذه الحوائج في هذه الساعة، فلا نخرج إلا بقضائها بإذن الله. حي أم البنين يا مبسم الدهر، وألقي على علاها السلام. فعلى قدسها وشأو علاها رائعات من الثنا تترامى. فعلى قدسها وشأو علاها رائعات من الثنا تترامى. واستشاط حساما ونجوم ثلاثة رائعات، في سناها غدت تشق الظلام. ويقولون يا ابني ورجعت قلبك بالظما، يا مقطوع الجفوف. ويقولون طبيت النهار وطلعت عطشان، ورجعت قلبك بالظما وما صار مثلك يا ضياء عيني بالأخوان، لجلك لقضي بالبكي يا أنهار.
وهي تنوح في أرض البقيع تضع مجسما لقبر لأبي الفضل وأبنائها وتنوح. خلينا نسعدها نحن في هذه الليلة أنواسيها ونواسي أهل البيت ويقولون راسك يوم حط بحجرة حسين القاع ردت يا عقل ويا ضيع ويا ريت مثلك ينذبح يا الولد سبعين ولا كان جسم ابن البتول الدوسه الخف. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. نوروا مقامكم بذكر الحبيب المصطفى النبي الأكرم محمد وآل محمد. لو نسأل سؤالا مختصرا هذه الليلة متناسبا مع هذه المناسبة وهو كيف يمكن لنا أن نصبح من خواص أهل البيت؟ سؤال بسيط لكن تطبيقه صعب. الكلام ليس حول أتباع أهل البيت أو محبي أهل البيت، الكلام كيف نصبح من الخواص. لأم البنين من الخواص، حبيب بن مظاهر من الخواص مثلا، كيف يمكن لنا أن نصبح من الخواص؟ ليش أسأل السؤال هذا؟ لأن أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين إذا حدثونا عن أصحابهم يفرقون يميزون في الكلام بين هذا وبين هذا، يميزوا حتى لو أن أحد فكر بأن فلان في رتبة فلان يقولون لا هذا غير، يميزوا يقول هذا من الحواريين هذا على خير لكن مو رتبة ذاك. فنحن رأينا في سير كل أهل البيت، لاحظوا حتى في خروج قائم آل محمد عجل الله تعالى فرجه الشريف، صحيح أتباع كثير موجودين سيكونون ما شاء الله من الأتباع. في بعض الروايات أن جيشه يعدل 100,000 لعله في زمن أيضا معين يكون يبلغ 100,000 وإلا بعدين يتنامى. لكن الخلص كم؟ 313. ذول الأبدال، ذول الأخيار، ذول النجباء. اقرأ في سير أهل البيت تجد دائما أنهم يتعمدون التمييز بين أصحابهم. وعندما يسأل مثلا فلان شو يقول؟ فلان على خير لكن فلان لا،
رتبة خاصة. كنا نحن أتباع أهل البيت، كلنا نتطلع لنصبح من خواصهم لا من فقط أتباعهم أو محبيهم. هذا سؤال ترى سهل جدا، حتى الإجابة عليه سهلة، لكن تجسيده في الواقع الخارجي يحتاج إلى عناية خاصة، يحتاج إلى تمرين، يحتاج إلى تربية دائمة للذات، يحتاج إلى عمل على مستوى العقل وعلى مستوى الروح وعلى مستوى السلوك الخارجي، رقابة دقيقة لازم. حتى لا أطيل، عندما نتأمل في كلام أهل البيت نجد أن هناك أمور ثلاثة، هذه هي الأمور التي يفترق فيها أتباع أهل البيت، اللي يحصل فيها أكثر يكون من الخواص، اللي يحصل فيها نسبة يكون من الأحب من المحبين والأتباع والأوداء. ثلاث أمور نشوف أهل البيت وركزوا عليها. الأول اليقين. اليقين يعني شنو؟ اليقين يعني أن يكون عند الإنسان اعتقاد جازم 100% بصحة قضية أهل البيت، بإمامتهم، بعصمتهم، بعلومهم، برجعتهم، يقين 100%. يعني لاحظ نفسك الآن، أنت الآن أي واحد يلاحظ نفسه شقد مستوى يقينه بإمامة أهل البيت، شقد مستوى يقينه بوجود الإمام الحجة الآن، انه موجود يرزق يرعانا، شكد مستوى يقينه؟ هل في عنده شائبة شك هنا بينه وبين نفسه، بينه وبين الله، مو بينه وبين الناس، بين الناس الكثير يتكلمون، بينه وبين نفسه شلون؟ بينه وبين الله عنده يقين 100% ما يشوبه شك. هنا يتمايز الرجال. أما عمار، شوف عمار الذي قيل فيه ما قيل من كلام عظيم من أهل البيت، لكن مع ذلك هو على خير. قال أما عمار فهو على خير، فقد مات شهيدا، لكنه كالثلاثة لا. الإمام الكاظم سلام الله عليه كالثلاثة لا، سلمان وأبو ذر المقداد لا. ليش؟ ذرة شك الآن فيه، هؤلاء ما عندهم هذه الذرة. أما عمار فقد جاض جيضة، يعني ما لميله، يعني فكر في لحظة أن الإمام علي على حق لولا. الثلاثة ما فكروا في الموضوع، رجعوا بعدين، صاروا يرجعون شتيرة وفلان وفلان، رجعوا بعدين، لكن الكلام ليش دول رجعوا؟ لأن الثلاثة ثبتوا. لو أن الثلاثة ما يثبتوا دول ما يرجعون أيضا، ولا هذا العبرة في هؤلاء الثلاثة، هم أهل اليقين اللي كانوا مثل المغناطيس جذبوا أولئك. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. أولا يقين، فلازم الإنسان يمرن نفسه. كيف يحصل على اليقين؟ هذا بحث، هذا بالعلم والاستقصاء والتربية حتى يصل الإنسان إلى رتبة عالية من اليقين. واحد اثنين، اليقين يرتبط بشنو؟ اليقين يرتبط بالعقل والقلب أيضا، بس الأصل هنا يقال عادة العقل. في شيء آخر شنو؟ هذا يرتبط بالسلوك الخارجي. لما نراقب احنا كلام اهل البيت نشوفهم يؤكدوا على امرين، هذا في التعامل الاجتماعي، صدق الحديث واداء الامان. صور، تعرف وش معنى صدق الحديث واداء الامانة؟ انظر بما بلغ علي ما بلغ، الامام الصادق اللي ربينا على هالامور يكشف لنا الحقائق،
يقول لذاك الرجل تيجي تشوف الإمام علي شلون وصل للرتبة هذه اللي وصلها مع رسول الله، فأصبح نفسه تعرف السر. انظر بما بلغ علي ما بلغ عند رسول الله فالزمه، روح سوى مثل ما سوى. الجواب بسيط، قال بما بلغ علي ما بلغ، قال ما بلغ علي ما بلغ إلا بصدق الحديث وأداء الأمانة. صدق الحديث يعني شنو؟ يعني مهما تتكلم معه مستحيل يلف ويدور. صور هذه في الكلام، خلي كل إنسان يطبقها على نفسه، وكل إنسان يشوف يتعامل مع الناس يوميا، شوف إذا تكلم هو أو تكلم معه غيره في لف ودوران لو ما في لف ودوران، في كذب لو ما في كذب. إذا وعد صدق، إذا قال وفى، إذا استشير، أشير يعني استشير في أمر من الأمور يصدق في تقديم المشورة، لو يشوف المشورة اللي تصلح تخدمه هو يشير بها، بس إذا ما تخدمه لا ما يشير بها. هذا كله مرتبط بصدق الحديث، ما في لف ولا دوران. اثنين، وأداء الأمانة. جاء واحد أعطاه 200,000 وما أخذ عليه ورقة وأعطاه 100 وقال له خليهم عندك أمانة، أو جاء قال لي يوم من الأيام قرضني 100,000 200,000 وما أخذ عليه ورقة ولا في أي مستمسك ويقدر يفرمت للحلاوة، شنو يفعل هذا؟ يلف ويدور؟ يؤدي الأمانة لو ما يؤديها؟ يؤدي الأمانة إذا كانت عليه أوراق وكانت عليه ضمانات وكانت عليه عهود فقط، لو أنه لا بينه وبين الله لا يمكن أن يكون ولو على قطع رقبته، ما يخون أبدا الأمانة. ولهذا تعلمون في الروايات عندنا لا دين لمن لا أمانة له، لأن الذي يخون في 100 ريال 200 ريال يتلاعب فيها ويضيعها، تعطيه إياه تقول له هذا المبلغ 500 ريال وسط الأفلان، ما دام وقع في جيبه ما يصل. هذا الذي يخون في 500 ريال هذا يخون بعد ذلك في الأعراض والدماء، هذا لا يستأمن على عرض. اللي يضيع 500 ريال لا، هذا لا يستأمن على عرض. وتصور أشكت شنو 500 ريال ما لها قيمة، 10 أريل ما لها قيمة، لكن الذي يتهاون في الأمانة يتهاون في الأعراض ثم يتهاون في الدماء. ولهذا لا دين لمن لا أمانة له. ولهذا أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين دائما يؤكدوا على أن شيعتنا مستأمنون. إذا يدورون على الإمام الصادق سلام الله عليه، إذا يدورون في الحي من أكثر الناس أمانة لا يجده إلا هو، لو قيل غيره، شوف لاحظوا، لو قيل غيره لما كان من شيعته. أمانة لازم أمانة، شوفوا أين يضعها، شوف الآن مثلا الحق الشرعي أمانة، ها الحق الشرعي أمانة. ليش الناس يعطون عالم الدين الحق الشرعي؟ لأنه مستأمن أمانة، ويعطوه الحق الشرعي وبعد هو ما يدرون وش يسوي فيه أصلا. أنت لما تجيب لي حق شرعي تدري أنا وش يسوي فيه؟ ما تدري أصلا وش يسوي فيه. أنا بيني وبين الله، لكن هذه أمانة. الدرهم فيها أين تضعه؟ ويساءل الإنسان يوم القيامة عن كل درهم، أين وضعته؟ أين صرفته؟ أمانة هذه. ليش؟ لو الإنسان يخون الحق الشرعي هذا لا يؤتمن يوم من الأيام على عرض، ولا يؤتمن على دم، لأن يضيع المال يضيع العرض ويضيع الدماء. فالأمانة اثنين،
ثلاثة: الثبات في المواقف. شلون؟ كل إنسان لازم تمر عليه في حياته مواطن صعبة، طول الحياة يتكلم حقيقته وتتجلى في المواطن الصعبة. شوف في الموطن الصعب يبرر، يقول لا، أعاظم الرجال برروا عندما أراد الإمام حسين يخرج إلى كربلاء، تعلمون؟ أعاظم الرجال، حتى بعضهم من أهل البيت، قل كأنك تدعوني إليك أبا عبد الله، من أهل البيت هذا، واضح كلام الإمام الحسين أن أنا خارج، ألا ومن كان باذلا فينا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا. بعد فيها بعد كلام هذا، فليرحل معنا بعد، حتى الوقت أعطاهم إياه، فإني راحل مصبحا غدا إن شاء الله. مطلع الفجر من الليل تحرك الإمام، ومطلع الفجر وإذا هو خارج مكة المكرمة على مشارفها. واحد يقول له كأنك تدعوني إليك أبا عبد الله، عجل الإمام، ليش قال من الحسين بن علي إلى بني هاشم ألا من لحق بي استشهد ومن لم يلحق بي لم يبلغ الفتح؟ شنو معنى هذا الكلام؟ تقول للإمام أنه كأنك تدعوني إليك، إذن هالرسائل لمن؟ رسائل عامة، ألا ومن كان باذلا فينا مهجته، ورسائل خاصة لبني هاشم، ألا من لحق باستشهد، ألا إنه من لحق باستشهد ومن لم يلحق به لم يبلغ الفتح، رسالة خاصة. وبعدين تجي تقول كأنك تدعوني إليك أبا عبد الله، لا ما يدعوك، أجل يدعو من الإمام؟ هذا مو تبرير، تبرير. لا هو يطلع، لا أولاده يطلعوا، ولا واحد من أولاده شهداء يوم الطب. ثم عندما يسأل يقول إيه، لأن أساسا أنصار الإمام الحسين مكتوبون أساسا ومعلومون، إحنا ما إحنا منهم من البداية. بعد فاجعة كربلاء، هذا التبرير، هذا مو ثبات في المواقف. ولهذا ده ما يصير من الخواص، صاحب الإمام علي وصاحب الإمام الحسين وصاحب الإمام الحسن وأدرك الإمام السجاد وهو قريب منهم، وما عد من الحواريين أبدا ولا من الخواص، ومن أهل البيت، لأن ما عنده ثبات في المواطن والمواقف. من ولا ثبت في المواطن؟ أم البنين. إيه هذه، هاي ثبتت في المواطن. لا يقتل الحسين وفيكم عين تطرف. أربعتهم قدمتهم قرابين سلام الله عليها. احنا الليلة نريد نستجير، نستشفع بهذه المرأة الصالحة، عندنا حوائج، عندنا مريضة، نسأل الله سبحانه وتعالى ببركة دعائكم ودعاء المؤمنين والمؤمنات. طلب منا لمريضة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليها الباري جل وعلا في هذه الساعة ببركة أم البنين بالشفاء العاجل. وعندنا حوائج لمؤمنين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنهم الساعة، وأن لا نخرج من هذا المكان إلا بالفرج العاجل لهم ولسائر أصحاب الحوائج في هذه الليلة. مدينة جدنا لا تقبلين. هذه متى؟ يوم أقبلت قافلة السبايا نحو المدينة، وصل الخبر إلى أم البنين. مدينة جدنا لا تقبلين، فبالأحزان والحسرات جيه، خرجنا منك
قبل أهلنا جمعا رجعنا لا رجال ولا بنين. سلام الله على أم البنين. مضت مولاتنا العقيلة أول ما دخلت أين مضت؟ مضت إلى قبر المصطفى. خلنا نروح في هالساعة مع أهل البيت ونسعد أم البنين. وضعت يدها على عضادة باب المسجد تخاطب النبي: السلام عليك يا رسول الله، أتيتك ناعية حسينا. توافدن النساء على زينب سلام الله عليها، وإذا بمولاتنا أم البنين جاءت إلى الحوراء تناشدها: يا تخاطبها، هل وفى أبنائي لأخيهم الحسين؟ أول سؤال تسأل أم البنين في هذه الساعة، تسأل عن الوفاء سلام الله عليها. الأربعة: هل وفى أبنائي لأخيهم الحسين؟ وقالت أم البنين: استقبلت زينب تنادي يا ولادي، يقولون ظل عباس مقطوع الايادي والسهم صاب عينته والراس نصه. وقالت يا يما لا تذكريني بعباس، السهم صاب عينته والعمد بالراس وجسمه على شاط النهر بالخيل ينداس. وضيعت احواله عقب عباس وحسن. يلا يلا خلينا بصوت واحد ويا ام البنين وزينب في هالحوار المشجي هذا. قالت يا بنتي فصلي لمصاب عاشور وقول اش فعل عباس واخوانه البدور، وان كان يا زينب بدمنا اولادي قصور ان شاء الله. يلا خليكم بصوت واحد باسم الحسين وقدموا حوائجكم، ها صرخة باسم الحسين، ها إن شاء الله ما قصروا في نصرة حسين وحسينا. وقالت يا بنتي خبريني عن خبركم، ومنه الذي في كربلاء شايل علمكم، وإن كان بيض وجهي العباس عدكم شال العلم قرت عيون الهاشمي. وبصوت واحد ها قالت نعم يم البنين العلم شال ورفت الراية هلت سكنة قبا. وصرخة وحدها لكن يا يما قطعوا يمينه وشماله وظل عثرة مطروح لا راس ولا يده. ايه والله وظلت عقب ذاك الخبر ثكلة وكئيبة المصيبة، لابسة ثياب المصيبة وانقضت مدتها وماتت برطبة
وهي تبكي وتتحسر على حسن.